السلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حكمة اليوم بعدما تكلم على الحكم التي تحذر من الطمع، وأن الطمع هو سبب الذل، والطمع يقودك بالوهم إلى غير الله سبحانه وتعالى من حيث النظر إلى الأكوان أو من حيث النظر إلى الخلق، فتشغل نفسك بأعدائك وأحبابك، تتجنب عداوتهم أو تتودد لأحبابك لأنك نظرت إلى الخلق فحجبت عن الخالق بالخلق، أو أنك نظرت إلى الأكوان فحجبت بالأكوان عن المكون، ونظرت للكرامات فحجبت بها عن المكرم سبحانه وتعالى. ولذا يجب عليك أن تكون حرا من كل ذلك، حيث أن الله سبحانه وتعالى سخر لك الأكوان وجعلها في خدمتك لتكون عبدا لله لا عبدا للأكوان. فإن نظرت للأكوان وشغلت بالأحباب لجذب ودهم، أو بالأعداء لتجنب عداوتهم، أو شغلت بمكسب في الأكوان أو لذة في الأكوان، صرت عبدا لهذه الأشياء، لأنك إذا حرصت عليها زللت لها، والحرص هو ابن الطمع. ولذا ما بثقت أغصان ذل إلا على بذر طمع، وما قدك شيء مثل الوهم. وقال في الحكمة التي تليها: أنت حر مما أنت عنه آيس، وعبد لما أنت فيه طامع. يبقى إذا آيست من شيء فأنت حر منه، تحررت منه، يأست منه فتحررت منه، تخلص، ليس له جزء في قلبك، حيث أنك علمت أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فتعاملت مع الخلق على أنهم أداة من الله، فكأن الله يعاملك بالخلق مباشرة. فإذا ساق إليك من يؤذيك فاعلم أنك تستحق هذه الإذاء، وإذا ساق إليك من يهينك فاعلم أنك تستحق هذه الإهانة، وإذا ساق إليك من يكرمك فهذا بفضله لا بعدله سبحانه وتعالى. فالكل آيادي. وقالوا أن ألسنة الحق، أن ألسنة الخلق أقلام الحق، ألسنة الخلق أقلام الحق، فالله سبحانه وتعالى يجري على ألسنة الخلق ما يريده أن يوصله إليك، كما حدث اليوم مثلا. الله سبحانه وتعالى يريد أن يوصل إلينا إننا مستعفين شوية عنه، منكثر شوية في الصلاة، فرحانين قوي بالقرآن إحنا، واخد بالك إزاي، لكن مش عاملين حساب الناس التعبانة واللي ركبها وجعاها، واخد بالك. فبعت لنا ألسنة على ألسنة الخلق وهي لسان الحق، حتى يردنا إلى حظيرة الطاعة وحظيرة الرأفة والرحمة والشفقة، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم شفوق بالمؤمنين. ولو كان النبي مع همته العالية في العبادة واظب على صلاة التراويح يوميا لفرضت علينا، ولكن رحمة بنا لم يصليها جماعة إلا جزء منها في 3 أيام، ولم يصلي التراويح كاملة، صلى منها 8 ركعات جماعة 3 أيام متتالية، ثم امتنع عن الخروج صلى الله عليه وسلم وصلاها منفردا في بيته. فلما سألوه الصحابة قال: خفت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. فعنده رحمة صلى الله عليه وسلم. ولكن احنا لو وكلنا الله لأنفسنا لهلكنا أنفسنا، ولكن الله سبحانه وتعالى بنا رحيم، وكان الله بكم رحيما. وعلشان كده أي إشارة تجيلك اعرفها أنها مش من الخلق، تقوم ما يبقاش في قلبك شيء من الخلق، تعرف أنه ربنا أجرى على ألسنة الخلق ما يريده أن يوصله إليه، لأن أنت عبد عادي، مش هيبعت لك سيدنا جبريل عشان يقول لك، لأنك مش نبي. ما هو لو نبي هيبعت له سيدنا جبريل. سيدنا رسول الله مثلا كان بيصلي مرة، فرح خلع النعل بتاعه هو في الصلاة وهو ساجد، فالصحابة كلهم راحوا خلعين النعل بتاعهم وهم في الصلاة بتاعتهم، كانوا بيصلوا في نعالهم لأنها طاهرة، ولم يكن المسجد مفروش كده، كان بالحصباء. فلما صلى الله عليه وسلم خلع نعله في الصلاة والصحابة فعلوا ذلك، عندما انتهى من الصلاة قال: ما جعلكم تخلعون نعالكم؟ قالوا: رأيناك فعلت يا رسول الله ففعلنا. يبقى الصحابة كانت تمتثل من غير ما تسأل السبب، حبا في النبي، تعتبر ان كل افعاله عبادة، ما يقولش دي خاصة بالبشرية ودي خاصة بالنبوة، والتقسيمة اللي عملوها علماء الاصول بعد كده دي تقسيمة مستحدثة خالص، الصحابة ما كانش في بالها، كل حاجة يعملها النبي تبقى عبادة خلاص. فلما خلع نعله صلى الله عليه وسلم قال: اني خلعت نعلي لان جبريل اتاني وقال ان نعلك فيه اذى، يعني فيه نجاسة،
فشوف الاتصال مباشر. انما انت مثلا ما يحصل لك حاجه زي دي مش هيبعت لك بقى سيدنا جبريل، هيبعت لك واحد يقول لك كلمتين عشان تفهمهم. لو فهمت الاشاره خير وبركه، ما فهمتش الاشاره تعرف بقى يتعكر دمك وتزعل من الشخص ده وتعاديه وتحطه في مخك وتندبه. فهمت ازاي؟ وتعتبرها عداوه لانك انت مش فاهم. هو ربنا مش بعته لك عدو، ده هو ربنا بعته لك ينبهك. فهمت ازاي؟ فهي كده ربنا بيعاملك بالمواقف ويعامل النبي بالوحي، ولازم تترجم الموقف ده المعنى. وعشان كده الصحابة والصالحين كانوا يقول ايه؟ اني اعرف حالي مع ربي من خلق زوجتي ودبتي. شوف قد ايه؟ يعني لو زوجته هادية معاه ودبته ماشية معاه كويس يعرف ان حاله مع الله معقول، اول ما دول يتقلبوا يعرف ان الدنيا مقلوبة معاه، ان هو حاله مع الله مش مظبوط. يبقى هي المواقف هي اللي بتعرفك. انت مثلا عندك حتة الانا كده والغرور وشايف نفسك شوية، يقوم ربنا يبعت لك واحد يهزقك، اي يهزقك على الصبح، يدوس عليك على رجلك ولا يعمل لك حاجة، ولا تقف في طابور يروح زقك تيجي تقول له ما يصحش كده، يقول لك وانا عملت ايه فيك ايه، وانت تخشه في شمال وانت مش عارف انا مين، والتاني يقول لك لا انا مين، انا الملامين، ومش هنخسر. يعني هو ربنا بعت لك مش عشان تتخانق، ده هو بعت لك بيهزقك علشان يعرفك انك انت لما هزقك دمك فار، يعني انت شايف نفسك. لكن انت لو شايف نفسك اصلا ولا حاجه مش هتتضايق. فهمت ازاي؟ كونك اتضايقت يبقى انت شايف نفسك حاجه، يبقى ربنا بعته لك مخصوص عشان يعرفك انك انت شايف نفسك. فهمت المساله؟ وماله تمحيص ليهم ودرجات عالية ليهم، يبقى رحمة بالمؤمنين ووباء على الكافرين. فهو للمؤمن، وعشان كده عجبا لأمر المؤمن، أمره كله له خير، إذا أصابته ضراء صبر، وإذا أصابته سراء شكر. فالمؤمن يتقلب بين الصبر والشكر. وده موضوع حكمة اليوم، يعني اللي حصل لنا النهاردة ده متعلق بحكمة اليوم، فهي إشارة من الله سبحانه وتعالى يخاطبنا، لأن احنا برضو مستعفين شوية حتى على انفسنا. يعني احنا مستعفين حتى على نفسنا. يعني انا هقول لك مش شكوى، طب ما انا ظاهر انا عندي 2 انزلاق غضروفي وبشتغل العمليات دلوقتي ورايا كرسي لازم اقعد كل شويه، يعني انا نفسي برضو بتعب، واخد، ما تفتكرش ان انا يعني منظر كده عامل عمليه في الحنجره وممنوع من الكلام بامر الاطباء سنه 91، وبالرغم من كده ما اسمعش كلام الاطباء وقاعد شغال، واخد بالك؟ ده مناكفين البني ادم طبعه يهلك نفسه لو ربنا تركه لنفسه. فما تفتكرش ان كل واحد يعني سليم، لا، كل واحد فيه اللي مكفيه يعني زي ما بيقول. لكن هي المسألة انك انت تفهم انك انت يعني لازم تتقي الله في نفسك وفي الناس، وان لبدنك عليك حق، وان للخلق عليك حق، وحسن العشرة مطلوبة مع الناس. وفي بعض الناس بتدخل الجامع اول مرة في رمضان، فلما يجي يخشوا الجامع اول مرة يلاقوا واحد زي كده يروح موقفهم نص ساعة، ده مش هيدخل تاني خالص. يبقى ايه؟ يبقى انت كده صديته عن المساجد. فلازم تتقي الله في هؤلاء الناس. يا ايها العبد المسمى يسري، واخد بالك؟ تتقي الله في الناس. فده المعنى اللي الواحد يفهمه النهارده. وعشان كده لازم نخفف بالناس بقدر الامكان والطاقه، لكن في نفس الوقت احنا عندنا شوق اننا نسمع الناس القران عشان نعرفهم ان الصلاه الطويله دي مش هتموت. الناس متصوره ان الصلاه الطويله دي سم زعاف هيموتوهم وهيجرى لهم حاجة، في حين انه لو وقف نص ساعة على محطة الاتوبيس ما يتضايقش، ولو وقف ساعة على طابور الجمعية يجيب سكر عشان ارخص ب50 قرش زيادة من البقال يقف ما يجراش حاجة ساعتين، ويبقى فرحان قوي ويشيله محطتين 3 اتوبيس ومش همه. ليه؟ لانه وفر له 3-4 جنيه في كام كيلو سكر. ليه؟ لانه شايف فايدتها. لكن يجي يصلي في الجامع ويقف 10 دقايق كده في ركعة واحدة، ياه ده بابيس تحتيه. فاحنا كنا هدفنا، واخد بالك، ان احنا نعرف الناس ان الصلاه الطويله دي اللي سيدنا رسول الله صلاها والصحابه اعتادت ان تصليها مش حاجه غريبه، دي حاجه جميله وحاجه حلوه. ولكن في نفس الوقت لازم برضه نراعي الناس اللي اول مره تصلي، والناس اللي ما بتسمعش القران كتير فبيبقى مش عارف يتابع المعنى، فيقوم يبتدي يزهق لانه مش عارف يتابع المعنى. فده برضه معذور. ولكن احنا يعني ايه املنا في الله ان ربنا يغفر لنا اطالتنا ببعض الضعفاء، ان احنا نود اننا نحبب الناس في القران ونعرفهم ان القران ده حاجه مش صعبه، وان حفظ القران ده مش صعب. يعني انا واحد زي اهو
دكتور وعندي عيادة وشغال ومش متفرغ، وربنا يستر لي حفظ القرآن، واخد بالك ازاي؟ فده يدي لك حافز انك انت يمكن تحفظ، ويدي لك حافز انك انت تحاول تجتهد فيه، يوم يدي لك حماس لهذا. وبعدين ربنا بيخلي البني ادم اللي حفظ القرآن عايز يسمعه للناس، عنده هذه الحكاية دي، عايز يعمله، كأن القرآن ده نزل عشان يقرأ مش نزل عشان يكتم. فأول ما تحفظ القرآن تبقى كده مشتاق تقرأ عن الناس، تحب قوي تقرأ عن الناس. تملي كده أي واحد حافظ القرآن يلاقي واحد فاضي يقول له اقعد سمعه، طب اقعد مش عارف يعمل ايه، صح ولا لا؟ بتلاحظها وانت نفسك لو حفظت سورة واتقنتها كده، وتلاقي شيخ قاعد فاضي وانت قاعد في الجامع فاضي، يقول له يا عم الشيخ حاسس صحح السورة دي، انت ولا عايز تصححها ولا حاجة، انت عايز تقرأها بس تسمعها. فهمت ازاي؟ لان القرآن طبيعته كده، لما جاء ليقرأ على الناس، لتقرأه على الناس على مكث. فاول ما تلاقي نفسك اتقنت حاجة من القرآن تلاقي نفسك مش عارف تمنحها عن الناس وعايز تقرأها عن الناس، دي حاجة طبيعية. لكن خلي الحكاية دي ما تبقاش شهوة، خليها لله بقى، ما تبقاش مجرد شهوة عشان انت عايز، لا عشان الله عايز. يبقى انت بتعملها لله وفي الله وبالله، لا لنفسك ولا لطلب الشهرة ولا لطلب الحظوة ولا لطلب الخصوص ولا عشان يقولوا يا سلام شوف فلان ده عامل كذا. يعني الخلاصة انك انت بتبقى آيس من الخلق، خلي تعاملك مع الله، وإذا جاءك أذية من الخلق اعتبرها رحمة من الله وإشارة، وإذا جاءك كرامة من الخلق اعتبرها يعني بشارة من الله سبحانه وتعالى فتفرح به. فنيجي النهاردة لحكمة اليوم. حكمة اليوم هي الحاجة اللي احنا كل الناس عايشة فيها. الله سبحانه وتعالى له صفات جمال وله صفات جلال. له صفات جمال وهي الصفات التي يحبها الإنسان، الرزق الواسع، العافية، اللطافة، الرأفة، الرحمة، القرب، الود، الحب، النور، العلم، كل الحاجات دي الناس تحبها وتشتاق إليه، فدي اسمها صفات الجمال. والله سبحانه وتعالى له صفات جلال، شديد العقاب، جبار، قهار، ضار، زي ما هو نافع ضار، زي ما هو محيي هو مميت. فهمت ازاي؟ زي ما هو غفور رحيم هو شديد العقاب. فتجد كل صفة جمال قدامها صفة جلال. فهم؟ فالله سبحانه وتعالى رب الجمال والجلال في آن واحد. الجماعة اليونانيين زمان قبل بعثة النبي بقرون طويلة اعتبروا أن الله رب الجمال فقط، أما الجلال فده شيطان، فاعتبروا أن الله هو رب الخير فقط، أما كل ما هو تعافه النفس فهو شر، وكل شر ليس من الله، وطالما يبقى ليس من الله يبقى من الشيطان. فعبدوا ربا جميلا ولم يعبدوا ربا جليلا، ولذا جعلوا إله الجمال، فعبدوا الجمال على أنه إله لأن الله إله الخير بس. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء من قبل النبي صلى الله عليه وسلم وبينوا أن الله هو الجميل وهو الجليل، هو الذي يحيي ويميت، هو الضار النافع، بيده ملكوت كل شيء، قاهر فوق عباده، هو الغفور الرحيم وهو شديد العقاب، هو المحيي وهو المميت. يبقى هو الله الجليل الجميل، ولذا يتعرف الله سبحانه وتعالى على العباد بالجمال والجلال، لأنه يريد أن تعرفه في كل شيء فلا تجهله في شيء، فيتعرف عليك بالجمال أحيانا فيوسع لك رزقك أحيانا، يوسع لك عافيتك أحيانا، ثم بعد ذلك يضيق أحيانا، يأتي المرض، يبلو الناس مثلا بشيء من الخوف والجوع ونقص من الثمرات والأنفس، ويأخذ العزيز بعدما يخلق حبه في قلبك يأخذه من بين يديك بالموت أو بحادثة أو بفراق أو ببعد مكان أو بأي شيء، عشان يعرفك الله سبحانه وتعالى أنك لا تركن إلا له ولا تركن له إلا لسواه سبحانه وتعالى. فيعرفك سبحانه وتعالى أنه جميل جليل، فكما تعرف عليك بالنعمة يتعرف عليك بسلب النعمة، كما تعرف عليك بالمنحة يتعرف عليك بالمحنة سبحانه وتعالى. وده معنى حكمة اليوم. يقول: من لم يقبل على الله بملاطفات الإحسان قيد إليه بسلاسل الامتحان. هو ده المعنى. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يريدك أن تقبل عليه، يريدك أن تتعرف عليه،
يريدك أن تعرفه في كل شيء حتى لا تجهله في شيء، فيريدك أن تعرفه عند النعمة وتعرفه عند المحنة، تعرفه عند العافية وتعرفه عند المرض، تعرفه عند الغنى وتعرفه عند الفقر، تعرفه عند العطاء وتعرفه عند الحرمان، تعرفه عند الشبع وتعرفه عند الجوع، تعرفه عند الوحدة وتعرفه عند الأنس، تعرفه في كل شيء. ولذا العباد نوعان والأولياء أيضا نوعان. العباد نوع يتلطف الله سبحانه وتعالى معهم بالنعمة، فإن شكروه في النعمة زادهم، لأنهم رأوا النعمة فلم يفتنوا بها عن الله، قاموا بحقها وجعلوها في أيديهم ولم تدخل في قلوبهم، وأدوا حقها لله فزادها في أيديهم، فيبقوا دول إيه؟ أهل الجمال. وإن كانت لهم بعض الإيه؟ التعرفات الجلالية، ولكن يغلب عليهم الجمال. فتجد واحد كده ربنا ساترها معاه كده طول عمره، يمكن يقول لك كده أنا عشت 60 سنة و70 سنة ما روحتش لدكتور، يقول كده، أما بعيا بخف الواحد، وتبص تلاقي لظروفه وأحواله تلاقي ولاده كويسين، والراجل عاش مستور، لا استلف ولا باع أرض ولا باع مش عارف إيه ولا اتفضح، وعاش مستور مبسوط مستريح لحد ما يتجوز عياله، وراح حج وعمل وبيصلي في الجامع اللي جنب بيته، وأموره ماشية هادية. في ناس كده، فربنا سبحانه وتعالى معاملهم بملاطفات الإحسان، فوصلهم إليه لأنهم قاموا بحقه فلم يتبطروا بها على الخلق، واستعانوا بها للوصول إلى الله، وقاموا بحقها، وقال الله ولئن شكرتم لأزيدنكم، فزادها الله في أيديهم حيث أنها خرجت من قلوبهم. ده نوع. وإن كان برضو لا يخلو هذا الإنسان اللي أنا بحكي لك عنه إن مر بمواقف فيها شدة يعني، لكن غالب حياته على بعض كده محصلاتها تلاقي جمالية، وإن كان فيها قليل من الجلال. تيجي واحد تاني تلاقي العكس، تلاقي الجمال في حياته قليل وأغلب حالاته جلال. اتولد عنده مرض مزمن من بدايتها كده، نازل موجوع معطوب، نزل أعمى مثلا، فاقد البصر، أو نزل عنده عيب خلقي في القلب، أو عيب خلقي في التمثيل الغذائي، فعايش طول عمره مريض كبد، مريض رئة، مريض مش عارف إيه، طول عمره يقضي 3-4 شهور كل سنة في المستشفى، طول عمره كده. احنا بنشوف ناس كده، يقول لك مثلا أنا شفت عيان مثلا عنده 40 سنة بيقول لي يا دكتور أنا 30 سنة من الـ40 مقضيهم في المستشفيات، واخد بالك، لأنه عنده أمراض مزمنة وعنده سوسة في رجله، أستومايلايتس اللي هي يعني ميكروب في العظم، كل ما يعملوا له عملية عملي 32 عملية، كل ما يعمل عملية ويشيلوا الحتة المسوسة تسوس الحتة المكسابة، يخشوا تاني يشيلوا، وبين دي ودي 6 شهور و7 شهور وسنة، فالراجل رايح جاي، لا عرف يكمل تعليمه ولا عرف يتجوز ولا عرف يبقى عنده وظيفة ولا عرف يعمل أي حاجة في أي حاجة، هو طول عمره قاعد رايح جاي على المستشفيات ومستني إن تحصل المضاعفات، وهكذا مسكين حياته كلها جلال. ففي ناس كده قيد بسلاسل الامتحان، كأن الله سبحانه وتعالى قيده في هذه السلسلة من الجلال، لأنه اطلع عليه لو عافاه لكان مشي على حل شعر، فربنا قيده بهذه السلسلة عشان يعيش صابر شاكر يقول الحمد لله فيدخل الجنة. فهمت المسألة بقى؟ وعلشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يختصر لنا هذا المعنى كله في حديث يقول من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى فإن أفقرته أفسدته، ومن عبادي من لا يصلحه إلا الفقر فإن أغنيته أفسدته، ومن عبادي من لا يصلحه إلا العافية فإن أمرضته أفسدته، ومن عبادي من لا يصلحه إلا المرض فإن عافيته أفسدته. يعني الخلاصة من الحديث ده ومن الحكمة دي إنك أنت تقبل الحال على مراد الله، بحيث أنك لو اطلعت على الحقائق لم تغير شيء عن من موضعه، لدرجة العلماء يقول لك حتى ولا الحجر اللي في الشارع تشيله تحطه في حتة تانية. شوف قد إيه، إلى هذه الدرجة، لأن كل شيء بقدر ومقدار، وعنده خزائن كل شيء ولكن ينزلها بمقدار سبحانه وتعالى. ليه؟ لأنه هو الكبير المتعال،
هو الذي بعباده خبير بصير سبحانه وتعالى. ذا بيقول لك ولو بسط الله الرزق لعباده يعملوا ايه؟ لبغوا في الارض. يبقى ربنا لا يريد ان يبسط الرزق في ايدي العباد، يريد منهم الجائع واللي ما عندوش واللي عايز واللي واللي واللي. ليه؟ عشان لو بسط الرزق في ايديهم هيبغوا في الارض. تصور. وعلشان كده لما تيجي تشوف واحد فقير تعطف عليه، لكن ما تعترضش على فقره. اعطف عليه كل حاجه واعمل كل حاجه. تشوف واحد مريض اعطف عليه وساعده وعاونه، تاخد ثواب. ويصعب عليك لانك بني ادم عندك رحمه وشفقه، وده مطلوب. والنبي صلى الله عليه وسلم كانت تدمع عينه لبكاء الطفل، كان قلبه يعني ارهق من الطائف صلى الله عليه وسلم، لدرجه ما كانش يتحمل بكاء الطفل. وما كان يدخل في الصلاه يريد اطالتها فيسمع بكاء الطفل فيقصر الصلاه. لا لايه؟ يقول ايه؟ لاني تذكرت لهفه قلب امه عليه. يعني حس بان العيل لما عيط دي امه قلبها طار على ابنها وهي بتصلي وراه، فاثر مخصوص عشان احتراما للهفه قلب الام على الطفل. شوف قد ايه رحمه النبي بالناس. مع رحمته بالناس كان يقبل قضاء الله سبحانه وتعالى ويرضى به ولا يعترض عليه. وعلشان كده لما تشوف واحد تعبان وعيان ما تقولش ليه يا رب عملت فيه كده، ما تقولش ليه ابدا، ما يصحش. اعطف عليه اما يجي يتعرف عليك بالجلال ما تقولش يا رب وانا عملت ايه في دنيتي عشان تعمل لي كده، وانت بتحكمه. ده ساعات يعطلك علشان يرحمك، وساعات يكبلك في البيت علشان سبحانه وتعالى يريد ان يتعرف عليك بتعرف جلالي. انا اعرف مثلا واحد صاحبي دكتور، انا كنت اللي معلمه جراحه، يعني اصغر مني بحوالي 6 سنوات، اسمه الدكتور مصطفى خليل رحمه الله. مات هو عنده حوالي 38 سنة. مصطفى ده كان نايب عندنا في المستشفى، وانا كنت اخصائي، يعني كنت اكبر منه بكتير بحوالي 7 سنين كده ولا حاجة. فتقريبا كنت انا اللي معلمه جراحة وعاش معايا كتير في السكن. كان يصلي احيانا، صحيح يصلي لكن مش في كل وقت في وقته، يجي في السكن بالليل يروح جاي بالظهر والعصر والمغرب ويعيش مع بعض، لانه مشغول طول النهار في المستشفى. ناس كتير بتعمل كده لكن ما كانش تارك صلاه. فربنا سبحانه وتعالى ابتلاه بمرض خبيث يعني في الجهاز الهضمي، وعمل عمليات وبتاع وشغلانه. تصدق ان في المرض ده نور نور، نور نور واتغير، وربنا عرفه حكم وبقى في الطاعه حاجه ايه تانيه، بحيث لما قابل ربه كده بقى منور. يعني انا زرته كده قبل ما يموت باسابيع كان حاجه منور كده والله، من كثره صبره على مرضه وشده الالام اللي كان شاعر بيها. وتيجي تقعد تكلمه انا بقى رايح علشان اصبره، اروح الاقيه هو اللي بيصبرني، رايح علشان اوعظه الاقيه هو اللي بيوعظني، والله كده. يبقى المرض نفسه ده والالم ده اللي الانسان بيمر بيه بتبقى صحيح محنه، لكن ربنا بيولد في الانسان معاني كبيره هو يمكن لو ما كانش مر بالازمه دي ما كانش عرفها ولا شعر بيها ولا لجأ الى الله. وكان عنده كتب دعوات قد كده، كتب حطيتها جنبه كل يوم يقول لي اقراها الصبح واقراها بالليل، اقراها الصبح واقراها بالليل، شغال. تصور ان هو ده لما كان ربنا مديله العافيه كان بيصلي قضى، لما جاله المرض بقى يصلي كل صلاه في وقتها، وقعد طول النهار ما قروش الا يقرا قران، او يقعد يدعي، او بيتالم بياخد مسكن، او نايم علشان يقوم مش عارف ياخد الدواء وخلاص. قعد كده حوالي 3 سنين متفرغ لكده بس، صلاه وعباده وتالم الم، لحد ما اتصفى تماما بحيث قابل رب ولي. شوف قد ايه. يبقى الواحد ما يكرهش، ما يروحش بقى يقول يا رب ده غلبان، ده مسكين، ده عنده عيال، ده ابنه صغير، انت مالك، انت مالك، عيب. ما تقولش كده حتى بقلبك، ادعي له ربنا يشفيه لكن ما تعترضش. في فرق بين انك تدعي وتشفق على الناس وفرق انك تعترض على حكم الله. شوف قد ايه. فدي مهمه. ليه؟ لان افتكر المعنى ده، من لم يقبل على الله بملاطفات الاحسان قيد اليه بسلاسل الامتحان. يبقى انت لما ربنا يتعرف عليك بالجمال عليك تكثر الشكر، فهمت؟ فاذا قصرت في الشكر يجي الجلال على طول كده، يجي الجلال على طول. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى بيختار لك الخير، اذا غلب عليك الحال العالي مع الجمال يغلب عليك الجمال،
وإذا غلبك حالك العالي مع الله بالجلال يغلب عليك الجلال وخلص، يبقى من عباد الله ناس مرضانين على طول وناس إيه سليمة على طول وناس بين البنين، والسليم ده برضه بيتقلب بس يبقى أمراض خفيفة ويعدي منها على طول، مرض خفيف ويعدي لما يقعش وقع جنبه، لكن واحد تاني مسكين. يعني احنا نعرف برضه ضابط عمل حادث بالعربية جاله شلل رباعي لأنه جاله كسر في فقرات العنق وهو عنده 35 سنة، فجاله كسر فقرات العنق عملت له شلل رباعي يعني الطرفين العلويين والطرفين السفليين ولا يتحكم في التبول ولا في التبرز، فما بيعرفش يحرك من جسمه إلا وجهه وعينيه والباقي كله ما يحركوش ما لا يستطيع حركه، فمحتاج اللي يأكله ويشربه وينش عنه الدبانة، حتى الدبانة ما توقف عليه، حتى لو نزل أي مخاط محتاج اللي يمسحه له. تصور الضابط ده كان وهو في شبابه كان عنده الأنا جامدة وكان يعمل عمايل في العساكر اللي تحت ايده والناس وبتاعه شغلانة، ربنا حبسه في المرض ده مش انتقاما منه والله أبدا، لا ده رحمة، فلما ربنا حبسه في المرض ده قعد كده 5 سنين محبوس في المرض ده وبعدين مات بعد كده بسبب قرح اللي جات له وتسمم في الدم وشغلانة بقى كتير، بس قعد 5 سنين دي نور فيهم نور ما فيش بعد كده، او ده لو كان ربنا سابه في عافيته وهو ماشي يضرب ده على قفاه ويتف على ده ويعمل ده وما يصليش ويعملش ومتكبر على الناس وضابط بقى وبيستغل سلطته واخد بالك ويظلم بيها الناس. تصور انت لو ربنا منعه المرض ده، لو انت اطلعت على الحال كده وده منعه كده فمشي بقى جبار في الارض ودخل النار، او الحادثه دي وقعد له فيها 3 سنين ولا 5 سنين وبعدين دخل الجنه، تختار له ايه؟ اختار انت بقى، وعلشان كده تختار قدر الله فترضى بقدر الله فيك وفي الناس، فهمت؟ ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. شوف الايات القرانيه الجميله لما تقعد تحفظها كده وتسمعها، ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. نعرف واحده شافت سيدنا رسول الله في الرؤيا، فوهي راحة في السكة عشان تشوف سيدنا رسول الله ماشية في الطريق وكل الناس بقى ايه زحمة ورايحين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي ماشية معاهم اللي ماشي بيحبي واللي ماشي رجليه مقطوعة واللي ماشي بيعرج واللي ماشي أعمى واللي ماشي ويقع واللي بيجري أنواع بقى كلهم أمة النبي بقى، فيهم المعور وفيهم المعوج وفيهم السليم وفيهم الغلبان وفيهم المكسر فيهم كل حاجة بقى، فهي بقى شايفة الناس دي كلها وهي ماشية لحد ما وصلت لحد مين؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرؤية، كل ده في الرؤية. فلما دخلت على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتقول له يا رسول الله هو مش ربنا رحيم لعباده؟ بصت لها كده ولا نعم. قالت له طب وليه الأعمى وليه اللي بيعرج وليه المكسور وليه المتألم وليه الفقير وليه المناظر دي كلها؟ فنظر إليها وقال لها ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. رد عليا بالآية، فهمت؟ في الرؤية، كل ده في الرؤية. فلما تيجي تشوف الحاجات دي كلها وتيجي تحفظها وتفهمها وتتعلمها تلاقي نفسك ماشي في حياتك راضي، راضي عما قسمه الله لك وعما قسمه الله للعباد. ومقام الرضا ده مقام عالي قوي، مقام الرضا ده مقام عالي، اللي يوصل له بيبقى ولي كبير قوي. في البدرشين، انا اتربيت في البدرشين، في البدرشين واحد من الاولياء اسمه سيدي ابو عمر. سيدي أبو عمر ده حسيني نسله شريف، مدفون من قرون عديدة في البدرشين، ويعملوا له مولد هناك ضخم قوي اسمه مولد سيدي أبو عمر. كنا واحنا أطفال نروح نتمرجح في مولد سيدي أبو عمر، يجيبوا مراجيح وشغلانة بقى وفتع عينك تاكل ملبن والشغلانة دي كلها، كنا أطفال بقى احنا هناك نروح. وبعدين لكن عمرنا ما زرنا سيدي أبو عمر ده. جالنا مدرس لغة عربية في ثانوي اسمه الاستاذ حمزه ابو الفضل من البدرشين برضه ومازال عايش، كان بيدرس لنا لغه عربيه على المعاش، هو بيجي لي العياده احيانا يجيب لي بنته اعالجها هو نفسه عالجه كده الى الان، يعني اللي فيه علاقه بينه وبينه. فالاستاذ حمزه ابو الفضل ده جده سيدي ابو عمر، لان عيله ابو الفضل في البدرشين اشراف،
حسينيين، واخد بالك؟ فالاستاذ حمزه ابو الفضل كان ماشي شويه كده ايه مع الجماعه الوهابيه فتره كده، ايه بقى الاوليه دي والموالد والكلام الفارغ ده، يعني داخل في مخه الشغلانه دي. فمره في مولد سيد ابو عمر الدنيا مقلوبه والبدرشين مقلوبه والناس جايين من جميع انحاء البلاد، كل سنه بيعملوا الشغلانه، ييجوا يطهروا عيالهم يوم المولد ومش عارف الشغلانات اللي الناس بتعملها في موالد الاولياء دي، بما فيها من شر وبما فيها من خير، بعضها فيها خير وبعضها فيها شر، لكن هو بيعمل. فراح هو حكى لنا القصه دي الاستاذ حمزه نفسه، فبيقول رحت مريت كده وانا جاي من المدرسه الصبح، بيعدي على مسجد سيد ابو عمر، فراح بص للشباك كده في المكان الضريح ايام المولد، فبيقول له هو انت عملت ايه يعني عشان الناس تعمل لك كده، وراح ماشي، واخد بالك؟ يقول لك الليله دي نام شاف في الرؤيه سيد ابو عمر في المنام، اللي هو جده بقى، ده جده يمكن السابع ولا حاجه كده ولا الثامن، فشافه في الرؤيه قاعد على جبل عالي، على جبل عالي فوق، وبعدين الناس كلها تحت كده وزحام تحت، لكن هو قاعد على جبل عالي وشكله منور، بيقول شكله كده كانه سيدنا محمد من جماله، وده دليل الكمال، لما واحد يشوف وجه بني ادم فيه صوره النبي دليل الكمال، زي ما سيدنا عبد الله بن عباس نظر في مرآه فوجد وجه النبي، يقظه حصلت له سيدنا عبد الله بن عباس، الكرام، لا ده هو شاف وجه النبي كده، بص في المرايه ما بقاش وجهه، شاف وجه النبي، سيدنا عبد الله بن عباس حصلت له الحكايه، واخد بالك؟ كرامه له. فالخلاصه ان اللي يشوف وجه النبي في صوره انسان عادي ويعرف ان الانسان ده مش النبي، ده دليل الكمال، ان كمل، لان النبي اكمل الخلق، وكمل يعني بقى ولي كبير، لان اللي يوصل للكمال يبقى هي دي الولايه. فالمهم بيقول لك شافه قاعد على الجبل كده والناس كلها تحت، فبيقول ايه لقيت نفسي قربت له كده، فبقول له ايه الجبل اللي انت قاعد عليه ده وسايب الناس كلها تحت، قال له ده جبل الرضا، فهمت؟ فهو اولها ان هو وصل للولايه بالرضا، لأنه هو بيقول له انت عملت ايه، شوف السؤال، هو بيقول له انت عملت ايه عشان الناس تعمل فيك كده، فجاله في الرؤية قال له ايه، قال له الرضا. فيبقى الرضا ده يخليك حاجة تانية، ينقلك نقلة كبيرة، يخليك تصلي الفرائض بس وتترك النوافل وانت مقامك فين، في السماء، ويخليك وانت ما عندكش رضا تصلي معانا الصلاة الطويلة بتاعتنا دي وانت لا تساوي عند الله جناح بعوض، فهمت؟ بالرضا. بس انا لو شفتها مش هعرف انام، بس ده مش ميعادها، انا ميعادها مش دلوقتي، القهوه دي ايام التهجد. فخدت بالك الرضا ده مهم، وعلشان كده لازم تعرف ان ربنا جميل وجليل، فترضى بالجلال وتصبر عليه، وترضى بالجمال وتشكر له، فتعيش مع الله على كل حال قريب إليه، قريب منه، فهمت؟ قال أبو مدين رضي الله عنه، وأبو مدين ده من الأولياء الكبار، لما يجي يقول كلام بقى خد بالك من كلامهم، بيبقى كلامهم موزون. سنة الله استدعاء العباد لطاعته بسعة الأرزاق ودوام المعافاة ليرجعوا إليه بنعمته، فإن لم يفعلوا، يعني لو لم يرجعوا بالنعمه الى الله، يعني اداهم النعمه وسع عليهم، لقاهم لا بيصلوا ولا بيصوموا ولا بيزكوا ولا بينيب، يسحبها منهم بقى، فهمت؟ فان لم يفعلوا ابتلاهم بالسراء والضراء، يبتدي يقلب عليهم بقى، يكثر المال شويه في ايديهم وشويه يخسروا، شويه يحط فلوسه في البورصه تخسر، يحطها في الريان تضيع عليه، واخد بالك؟ حاجات كده، واخد بالك ازاي؟ وبعدين يعمل مشروع تجاري يكسب، يجي يعمل مشروع تاني يخسر، يبقى هو ماشي ايه؟ بيتقلب كده. فإن لم يفعلوا ابتلاهم بالسراء والضراء لعلهم يرجعون، لأن مراده عز وجل رجوع العباد إليه طوعا وكرها. فقوم بسط الله عليهم النعم وصرف عنهم البلايا والنقم ورزقهم الصحة وأمدهم بالأموال والعافية، فأدوا حقها وقاموا بشكرها وتشوقوا إلى معرفة المنعم بها، فكانت مطية لهم على السير إليه،
ومعونة لهم على القدوم عليه، أخرجوها من قلوبهم وجعلوها في أيديهم. نعمة. أنا جالي عيان من بلد اسمها طمية الفيوم الأسبوع اللي فات، عنده 39 سنة، داخل العيادة لابس جلابية وبتاع ولافس كده، أنا فاكره شايل عيل، طلع شايل إيده. إيده دي مولود بيها، كبيرة أوي لدرجة إنها عارف كف إيده ده قد كده، بكلمك جد، عنده داء فيل في إيده، عارف داء الفيل الجايل في الإيد، هو مولود بيها، كانت صغيرة شوية، بمرور الوقت بسبب انسداد الأوعية الليمفاوية كبرت إيده أوي، وبتعمل له حرارة عالية وشايل إيده كده، يعني هو قاعد بيقول لي، بقول له بتشتغل إيه؟ قال لي بشتغل إيه؟ أنا عندي إيدي الوحيدة شايل بيها إيدي التانية، هشتغل أعمل إيه بقى؟ واخد بالك؟ ما بيشتغلش. لا، انسداد أوعية الليمفاوية وعيوب خلقية، يعني ربنا ابتلاه بالمرض ده، مولود بيه كده بس ما كانش بالضخامة. انسداد في الأوعية الليمفاوية. المهم مش مهم تعرف سببه، المهم هو داخل بالمنظر ده، تصور بقى عايش كده بقاله سنوات طويله. فقلت له حلها نقطعها من فوق الكوع. نقطعها من فوق الكوع، من فوق المرفق احسن حل. قال لي يا ريت يا بيه دلوقتي. والله بالمنظر ده كده. انا بروح العياده طبعا بعد ما بصلي بيكوا كده ما فيش نفس. قلت له يا ابني انا ما عنديش نفس اعمل عمليات دلوقتي، روح المستشفى واجي لك بكره 9 الصبح اعملها لك. بقى سعيد سعادة ان انا ما اجلتوش وحاملها له تاني يوم. انا بحكي لك القصة دي عشان تعرف نعم ربنا بس عليك. فراح المستشفى قطعتها له، وعديت عليه بالليل بقى بعد ما فاق من البنج وبتاع، بعدي عليه بالليل اشوفه اخباره ايه، لقيته قاعد سعيد سعادة، يقول لي يا سلام ده انا حاسس اني ههد الدنيا، ايدي ههد بيها الدنيا، ده انت عملت فيا خدمة، وقاعد يدعي لي، واخد بقى مبسوط قوي. فهمت ازاي؟ تقيلة جدا، توجعه في رقبته، تقيلة جدا زي الرزية، مالت جردل بقوا يشيلوها 2 حكيمات لما شلناها، تقيلة جدا، انا كنت عايز اصورها عشان تشوف نعمة ربنا عليك بس. اهو ده ربنا مبتليه مثلا بمصيبة سودة، مصيبة سودة فعلا، دي مصيبة سودة عايشة معاه، نايم بيها، قايم بيها، رايح بيها، واخد بالك؟ فبيقول لي يا بيه والله انا عايز ادعي لك دعوة عشان بحبك، انا ربنا يدي لك الصحة، عارف من غير الصحة دي؟ لانه هو شايف ان الصحه دي احسن حاجه. تيجي بقى الواحد ربنا مديله الصحه ومش مديله فلوس، يبقى واقف طهقان وكفران على محطه الاتوبيس الصبح، هو ما فيهوش حاجه توجعه، في صحه تهد جبل، سليم صار سليم، شباب تمام، فيهوش حاجه. يشوف واحد معدي بعربيه مرسيدس، جاتنا نيلك حظنا الهباب، احنا ليه ما عندناش مرسيدس زيه، قاعدين كده بس، ليه اتولدنا في اسره فقيره والقرف ده، قاعد طهقان مش طايق نفسه، يجي يركب حد يدوس على رجله في الاتوبيس، خلاص كان ادسه على رجل حسني مبارك، الدنيا قامت، ويوقف الاتوبيس وديهم البوليس شغلان، واخد بالك ازاي؟ واول ما يجي يعمل حادثه رجله تتكسر يترمي في الجبس، يقول يا رب ولا يوم من ايام الاتوبيس. لدرجه ان في عيان كان وهو بيتبنج بيقول للدكتور التخدير، تعرف انا نفسي في ايه؟ نفسي احط رجلي في الارض، انا بقالي 5 سنين ما حطيتش رجلي على الارض. فشوف انت حطت رجلك على الارض كده وماشي، نعمه قد ايه؟ والتاني كل امله ان رجله تتحط على الارض. فانت وانت في النعمه استثمر هذا بالشكر لله عز وجل، وما تخليش اي موقف اخر يعكنن عليك النعمه اللي انت فيها. فهمت؟ هات انت واحد مثلا جاله فشل كلوي، هو سليم اهو دلوقتي، جاله بقى فشل كلوي، مسكين بيغسل 3 ايام في الاسبوع، كل يوم 6 ساعات، وحتى هو بين الغسلات برضه تعبان، مش سليم 100% يعني. فهو يا اما بيغسل يا مستني يغسل، هي دي حياته بقى، خلاص اتحبس في زنزانه، يا بيغسل يا مستني يغسل، على طول كده ومالوش امل تاني. يقولوا له مثلا هتزرع كليه، طيب عشان يزرع كليه بعض الفقهاء يقولوا كده حرام، وفقهاء تانيين قالوا لا يجوز، طب يجوز نجيبها بكام؟ يقول له ب30,000. ده هتدفع ال30,000 للمتبرع. طب والعمليه تتكلف كام؟ 25,000. ونسبه النجاح كام؟ 55,000 هم ضايعين. نسبه النجاح كام؟ والله 70%، وتعيش في ال70% اللي تنجح لمده 5 سنين في 20% من الحالات.
شفت المصايب السودة؟ يبقى انت كده وانت داخل تتبول كده عشان تنقل وضوءك، دي نعمة ولا مش نعمة؟ نعمة كبيرة. فيبقى تيجي بقى تقول في الاخر هو انا قاعد في شقة اوضتين، ليه انا مش قاعد في قصر؟ هيفيدك ايه القصر وانت مثلا عندك مشكلة كبيرة زي المشاكل اللي بحكيها لك؟ هيفيدك ايه القصر؟ فخد بالك. علشان كده يقول ايه؟ وقليل من عبادي الشكور. ما تحسش بالنعمة الا اذا فقدتها. وربنا خلق لك الناس دي كلها والنماذج اللي بحكيها لك دي كلها، وانت بتشوف اكتر منها كل يوم في اسرتك وفي عيلتك وفي جيرانك وفي معارفك. ليه؟ علشان ربنا يبرز نعمته عليك. هو ربنا خلقهم مخصوص كده عشان يعرفك ويبصرك بنعمته عليك. فلما تيجي تقول الحمد لله تقولها بقلب راضي، مش بتقول الحمد لله بلسانك وانت من جوه بتقول جاتنا نيلة في حظنا الهبات، تبقى حمد ايه بقى؟ فهمت؟ لا، تقول الحمد لله. وعلشان كده سيدنا ابو الحسن الشاذلي لما استأخر الفتح، كان بيعبد ربنا كتير وبعدين استأخر الفتح، عايز ربنا يفتح عليه. يفتح عليه الفتح ده اللي الناس يقول لك ربنا يفتح عليك، يعني يفتح عليك يعني يبقى عندك رصيد في البنك وعندك. لا، العلماء عندهم يفتح عليك دي حاجه تانية، يعني انك تتعامل مع الله مباشره مش مع الخلق. يحجب عنك الخلق فلا تتعامل الا مع الحق. دي معنى الفتح، حيث انه يفتح لك باب الاكوان فترى الحق من وراء الاكوان. هي دي معنى الفتح، مش ذل الحجاب اللي احنا فيه. احنا محجوبين، ذل الحجاب ده ليه مرار، مراره شديده. العلماء الصالحين اللي يحبوا ربنا تلاقيهم بيتعذبوا من الحجاب ده تعذيب كانه بيتكوى بالنار، يبقى مشتاق ان يتفتح له الباب لانه مش مستحمل يبقى في حجاب بينه وبين الحبيب سبحانه وتعالى. فعشان كده سيدنا ابو الحسن الشاذلي قعد يجتهد في العباده بسبب مراره الحجاب ده، عايز الحجاب ده ينقشع فيتعامل مع الحق من وراء الخلق. فلما تاخر عليه جاءه هاتف وهو نائم، قال لا افتح عليك حتى تكون عبدا شكورا. فراح رد، وكان الانسان اكثر شيء جبل، قال له يا رب كيف اكون عبدا شكورا؟ قال الا تستشعر ان هناك منعما غيرك. يعني بالعربي كده ما فيش غيرك على الحجر، يعني انت متدلع اخر دلع. لما تشعر ان ربنا مدلعك اخر دلع وكل الناس مبتلى وانت في نعمه كبيره قوي، يعني ما فيش حد متنعم قدك، بساعتها بقى تقول الحمد لله كده، تبقى طالعه منك الحمد لله برضا شديد، تبقى عبد شكور. فاهم؟ فراح رد تاني، قال له يا رب كيف اكون لا يكون منعما غيري وفي من عبادك الانبياء والرسل؟ ما دول منعمين بالنبوه والرساله. شفت المساله؟ وهو بقى بيسال يعني كيف اكون ما فيش حد منعم زيي وفي غيري منعم بالنبوه والرساله، في بعد النبوه والرساله نعيم؟ قال انما ارسلتهم لاجلك. شفت الجمال ده؟ انا بعتهم عشانك، يبقى في حد منعم قدك؟ ده انا بعت لك كل دول عشانك انت. فلما تستشعر ان سيدنا محمد ده جالك انت بس، ليك انت بس كده، تحب قوي سيدنا محمد، تبقى طاير بيه من الفرح، لان هو ده اللي هيوصلك لله. وساعتها لما تيجي تقول الحمد لله تقولها الحمد لله بمعنى العبد الشكور اللي ربنا سبحانه وتعالى يفتح له المعاني، يفتح له عين بصيرته على رؤية المكون بعدما رأى الأكوان، وعلى رؤية الخالق بعدما تعامل مع الخلق. هو ده الفتح. فيبقى العباد بين غني شاكر وبين فقير صابر، اللي ربنا تعرف عليه بملاطفات الإحسان يبقى غني. الغنى مطلوبه الشكر، اللي ما عجبوش الحكاية دي ربنا يقيده بسلاسل الامتحان، ومطلوب الامتحان الصبر. يبقى العباد بين غني شاكر وبين مبتلى صابر، صح كده؟ المبتلى نسميه فقير، إما فقير في الصحة يبقى مريض، أو فقير في المال يعني قليل العرض، أو فقير في العلم يبقى عنده بعض الجهل، أو فقير في أي حاجة، فقير مثلا في المنصب في الجاه في المال في أي حاجة، اسمها فقر وخلاص، فنسميه الفقير لأنه يشمل كل.
يبقى الناس بين غني شاكر وبين فقير صابر، الأولياء بين قسمين. تعال. أنا فاكر واقف بيسمع ومش واخد بالي. إحنا النهاردة بس واخدين راحتنا شوية عشان النهاردة الجمعة، لكن خلاص خمس دقايق ونروح. لكن المعاني دي مهمة والله، مهمة جدا إنك تعيش بيها حياتك كلها، هتلاقي نفسك تستريح. طيب أيهما أفضل؟ لما عرفنا إن أولياء الله في منهم المنعم الشاكر وفي منهم المبتلى الصابر، والاثنين أولياء، أيهما أفضل، مقام الفقر مع الصبر ولا مقام الغنى مع الشكر؟ العلماء اختلفوا فيها خلاف كبير. سيدنا ابن عطاء الله السكندري شوف مثلا الشيخ أبو العباس المرسي يرجح الغني الشاكر على الفقير الصابر، وده برضو مذهب ابن عطاء الله السكندري ومذهب أبي عبد الله الترمذي اللي هو الحكيم الترمذي، يقول الشكر صفة أهل الجنة والفقر ليس كذلك. شوف بقى سيدي ابن عجيبة قال التحقيق أن الغني الشاكر هو الفقير الصابر، التحقيق أن الغني الشاكر هو الفقير الصابر. إزاي؟ لأن الغني بالعرض فقير إلى الله في الباطن، على شكر الله، فيبقى اجتمع فيه في الظاهر غني شاكر وفي الباطن فقير صادق.